أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا اليوم إن شاء الله راني رايحة نقرأ لكم الفرد تاع الثلاثي الثالث في مادة العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط الجيل الثاني. سيحاولوا فيه وجاوبوا فيه، يعني ما حبيتش نعطلكم، كنت حابة ندير لكم الحل قبل باش نحطه لكم، مي بصح معليش نبدا نحطه لكم اللي عندهم اختبارات هاد الأيام، وإن شاء الله إلا قدرت راني رايحة ندير لكم الجواب تاعو. إذا التمرين الأول، تختلف طرق التنقل عند الحيوانات باختلاف أعضاء تنقلها والبيئة التي تعيش فيها. أولا، ما الهدف من الحركات التنقلية للحيوانات في الأوساط التي تعيش فيها؟ 2، انقل الجدول الآتي على ورقتك ثم املأ الخانات الفارغة. عطاو لكم حيوانات، الدجاجة، الدلفين، التمساح والسلحفاة البحرية، قال لكم ديروا النمط التنقل المميز تاع كل وحدة منهم، وسط العيش تاع كل وحدة منهم، والبنيات المستعملة في التنقل تاع الدجاجة وتاع الدلفين. هذا هو التمرين الأول، يعني هو يبان سهل. نروحوا إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني، أعلنت وزارة البيئة لدولة الإمارات العربية في إحدى جرائدها لشهر فبراير 2018 أن فترة المنع الموسمي لصيد أسماك القرش تبدأ اعتبارا من هذا الشهر إلى غاية 30 جوان، وقد جاء القرار لغرض الحفاظ على هذه الأنواع النادرة على التوازن البيئي. معنتها كاين وقت اللي يتكاثروا فيه الحيوانات، مثلا حيوان القرش عنده وقت لو يكون يتكاثر فيه، على هذه ما لازمش نروحوا يعني يصيدوهم ميتوا وعلاه باش يحافظوا على هذه الانواع النادره. اضافت الوزاره ان مياه الدوله تضم اكثر من 30 نوع من الاسماك القرش، اغلبيتها مهدده بالانقراض وتتعرض الى ممارسات غير قانونيه كالصيد الجائز، حيث تسبب تراجعا في عددها مما يستدعي تكاثف الجهود لحمايتها على المستوى العالمي. عطوا سندات، السند الاول قال يقع موسم التكاثر لمعظم انواع الاسماك في الدولة في الفترة الممتدة بين أواخر فصل الشتاء إلى منتصف فصل الربيع، تقوم خلالها بوضع بيضها لإنتاج جيل جديد وزيادة المخزون السمكي. يتغذى سمك القرش من حيوانات المائية كالسيبيا الفقمات، وفي حالات نادرة على النباتات المائية. أعطوا السند الثاني، من بين 8 أنواع من أسماك القرش المهددة بالإنقراض، القرش الأبيض في الوثيقة 1، هذا القرش الأبيض أو أبو مطرقة في الوثيقة الثانية. بالنسبة للموضوع نحطه لكم في القناة تاعي على الفيسبوك، اسمها قناتنا المتنوعة تاني، وندير لكم الرابط في صندوق الوصف. نكملوا نقراو الموضوع تاعنا. الأسئلة، بالاعتماد على السياق السندات والمكتسبات، اشرح سبب إعلان دولة الإمارات منع صيد الأسماك القرش في الفترة الممتدة بين شهري فيفري وجوان. اذكر عواقب الصيد الجائز لأنواع سمك القرش وتأثيرها على البيئة المائية. حدد كيف يمكن الحفاظ على الأنواع الحيوانية المائية على الأقل 3 إجراءات. هذا هو التمرين الأول والثاني، راهم يبانوا بلي سهلين بزاف. نروح إلى الوضعية الإدماجية. على ضفاف نهر بالقرب من إحدى القرى، شيد أحد المستثمرين مصنعا للحليب، وبعد مرور سنوات لاحظ سكان القرية نقص في الثروة السمكية على مستوى هذا النهر الذي كان يعتبر مصدر رزق لهم، لأنهم كانوا يصطادون بعضا من الأسماك المتنوعة التي كانت تعيش فيه. فتقدموا بشكوى للسلطات المعنية، مفادها أن سبب هذا التدهور البيئي هو مصنع الحليب. فقام فريق بيداغوجي تحاليل فيزيوكيميائية على مياه النهر، فتحصلوا على النتائج المدونة في السندات. السند الأول عطوا فيه جدول المناطق اللي خدوا فيهم العينة، كاين المنطقة الأولى والثانية والثالثة، كمية الأذن المنحلة في الماء، والكائنات الحية المائية، وعطوا هذا الرسم هدايا. السند الثالث، أظهرت عينة المياه المأخوذة في المنطقة 2 تغيرا ملحوظا في اللون، إضافة إلى الرائحة القريبة من رائحة الحليب. اعتمادا على السندات المقدمة
لك ومكتسباتي، كما الدليل على أن مصنع الحليب هو سبب تلوث النهر. قدم تفسيرا لاختلاف توزع الكائنات الحية المائية في المناطق 1 و2 و3. اقترح الإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجي في الأنهار. إذا هذا هو الموضوع، وكما قلت لكم تلقاوه في الصفحة على الفيسبوك اسمها قناتنا المتنوعة، وندير لكم الرابط في صندوق الوصف. إن شاء الله يجيكم سهل وتحلوه ويطيحوا لكم أسئلة في الفرد اللي يتشابهوا مع هذا الموضوع. مع السلامة وبالتوفيق إن شاء الله.